بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، أينما كنتم نسوق إليكم تحايا عطرات وأمان نضرات وآمالا غير عاطلات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الميامين صلاة دائمة إلى يوم الدين. وبعد، حلقة جديدة من برنامجكم رأي الغلابة، نتحدث فيها عن أو مواصلة لموضوع كنا فتحناه عن سعادة السفيرة سناء حمد، واللي التقينا فيه بعدد كبير من المشاركين، وكانوا بيتحدثوا في إنه كلامنا اللي احنا بنقوله ده يعني ما كلام صحيح وكده. وجبنا فيه يعني إنه القصة دي ما بس ما قالته السيدة الفضلة سناء حمد، وإنما أيضا قالوا قبلها الأستاذ علي كرتي، وقالوا قبلها أيضا الأستاذ أو الدكتور ربيع عبد العاطي. طيب، لما كلام يجيبوا مجموعة كبيرة من الناس من مكان واحد أو فكر واحد، فده بيدللك على إنه الكلام اللي بتقال ده ما كلام، ما فكرة بتاعت زول، ولا زول ضد الفكرة، ولا زول واحد براو مع هذه الفكرة وهو الذي أنشأها، إنما دي فكرة بتاعت تنظيم. وما في شك في انه ما يعني ما بفتكر انه في واحد فينا يعني يمكن ان يقول انه والله المؤتمر الوطني ده يعني قاعد ساي او ما عنده تنظيم جيد او ما بيقدر يعني يرتب الامور بشكل ده، ما ده هو تنظيم جيد، ما في شك يعني. ما نجح، سرق البلد، قتل الناس، تسبب في كل هذه المشاكل، ده موضوع آخر نناقشه سياسيا، لكن كونه هو تنظيم ده شهد به ناس كتار جدا جدا. يعني حتى مختار الشنقيطي، الدكتور مختار الشنقيطي في من قطر، وهو رجل إسلامي وكذا، حينما قارن بين التنظيم أو الحركة الإسلامية في السودان والحركة الإسلامية في مصر، قال عبارة شهيرة جدا جدا، قال على إنه الحركة الإسلامية في مصر سقطت تنظيميا ونجحت أخلاقيا، بينما الحركة الإسلامية في السودان نجحت تنظيميا وسقطت أخلاقيا. أنا ما داير أخش في تفسير هذا الكلام، إحنا قلناه قبل كده، لكن اللي عايز أقوله إنه اللي حاصل ده ما حاصل نتيجة لصدفة، إنما مجموعة. طيب، عشان نذكر الكلام بالحاصل شنو؟ قلنا في ثلاث حاجات. الأستاذة الفضلة كانت تتحدث عن عرب الشتات وإمكانية توطينهم في السودان. الأستاذ علي كرثي كان يتحدث عن إمكانية توطين مليون مصري في فضاء الشمالية. ودلوقتي الأستاذ ربيع عبد العاطي يتحدث عن مشروع سيتم، ما حيقدمه للشعب السوداني أولا يوافق عليه، حيتم تقديمه للحكومة المصرية لإنشاء ما يمكن أن يعرف ب دولة وادي النيل. تعالوا نسمع عبد العاطي لأنه سمح الكلام في خشم سيد. دولة مقترح إنشاء دولة وادي النيل. المقترح بأن تكون جمهورية مصر العربية والولاية الشمالية وولاية نهر النيل والولاية الشرقية، ولاية كسلة
ولاية القضارف، ولاية السنار، ولاية النيل الأبيض، ولاية الجزيرة، ولاية الخرطوم. من السودان عشان ما ينضم إلى مصر كمقترح. المقترح ده نحن طرحناه كفكرة في جروب تجمع أصحاب العمل السوداني، والناس رأيدت بشدة. رحنا أنشأنا جروب منفصل من جروب تجمع أصحاب العمل إلى جروب دولة وادي النيل، مقترح دولة وادي النيل. أسبابنا الأسباب واضحة للجميع. يعني أول حاجة ولاية دارفور رافضين أصلا، وعندهم 84 حركة انفصالية مسلحة بتطالب بالانفصال. زائد جنوب كردفان من أيام فيليب غبوش بيطالبوا بالانفصال، إلى أن وصل الآن المتمرد الحلو بإنشاء دولة، وبيهدف إلى إنشاء دولة في جنوب كردفان. بين يملك النيل الأزرق برضو بيطالبوا بدولة، وكلهم بيقولوا التهميش، برغم أن السودان كله بيعاني من التهميش وعدم توفر البنية، أي شيء، أي مقومات للبنية التحتية. يعني إحنا اليوم السودان ما فيه صرف صحي، الناس بيعاني من مشاكل الموية في كل السودان، كان شمال وشريك وغرب وجنوب. كهرباء ما في. طيب دي أسباب كافية، طالما هم رافضين يبقوا معانا فنحن ارتضينا بأنه موافقين. نحن برضو كمان ما يكونوا معانا وموافقين ليهم بالانفصال، هم ينفصلوا يكونوا دولتهم بطريقتهم، ونحن هنكون دولتنا بطريقتنا ونمشي معه نكون معامنه. طيب اختيارنا لجمهورية مصر العربية، نحن بنعاني من مشاكل، يعني ممكن من أيام 56 ليوم اليوم في عملية الجنسية والجواز السوداني، سهولة الحصول عليه، بتجي تلقى أعداد كبيرة من غرب أفريقيا ومن مناطق كثيرة من جنوب السودان ومن الكونغو ومن غيره بيجي يحملوا الجواز السوداني بكل سهولة. فدي مشكلة كبيرة. فالمصريين عندهم إدارة جوازات جيدة بتقدر تتحكم وتقدر تضع ضوابط عشان ما يحصل عملية التزوير وعملية حمل الجواز لأي شخص غير سوداني. في الجواز هيشال على حسب القبيلة، وحنشوف القبيلة دي هل موجودة في هذه المنطقة، وشجرة العائلة هتكون في ضوابط عشان ما تشيل الجواز السوداني. طيب إذا عملنا الإجراء ده، تعداد سكاننا ما حيزيد من 15 مليون. في أرض مساحتها كبيرة جدا وتوفر فيها كافة الموارد، مع جمهورية مصر عندها إمكانيات أمنية كويسة، عندها جيش قوي، تقدر تطبق الأمن وتقدر تساعدنا بأن ننجح ونمشي لقدام كدولة، وهم محتاجين لنا ونحن محتاجين لهم. غير كده بتربطنا علاقات اجتماعية وقبلية ما بين القبائل الموجودة في جنوب مصر والقبائل الموجود في الجزء اللي حددناه، يعطي تلك القبائل النوبية وغيرها زي ما هو موجود في الخطاب ان احنا رفقناه في الجروب وناقشناه. فعندنا ترابط تاريخي وترابط أسري وترابط اجتماعي غير المناطق الثانية، حتى في عادات وتقاليدنا. يعني جنوب مصر والمناطق في هذه الشمالية معدلات الجريمة يعني ضعيفة جدا جدا، ويعني يمكن تكون غير موجودة بالذات في مناطق الولاية الشمالية وولاية بحر النيل والشرق والوسط. فدي من الأسباب اللي خلتنا نكون مع مصر ونقدر نمشي في دولتنا. طيب المقترح ده احنا ما عايزين نمشي رئيس او وزير او وزراء، لا، ده مقترح لجنة من العدد الموجود الان في جروب دولة وادي النيل. العدد ده هيختاروا 5 اشخاص، ال5 اشخاص هيبدوا في عملية تسليم الخطاب الى رئاسة الجمهورية في مصر، زائدا الى نشره في الصحف المصرية، زائدا حنقوم بعملية لقاءات جماهيرية او اعلامية على حسب الهدف والتخطيط. بعد الحكومة المصرية هي هتسمح لنا، يعني نقدر نتحرك ونقدر نعلن ونقدر نعمل ندوات ونقدر نعمل لقاءات ونقدر نعمل مناقشات في هذا الموضوع. ولكن الموضوع كله حيكون الآن الخطاب يصل، وبعد ما يصل الخطاب نحن حنقدر نتحرك.
فيجب أن تنشأ هذه الدولة ونطالب بها ونكون سعداء جدا إذا نجحنا وقدرنا أن ننشأ هذه الدولة بعيد من الإساءات أصبحت نسمع عن دولة الجلابة وإبادتها وقتلها، ولاحظنا طبعا الآن يعني هؤلاء الأشخاص يسرقوا بيوتنا وينهبوا محلاتنا التجارية ويكسروا مصانعنا ويغتصبوا نسائنا في جرائم يعني وصلت لأسوأ درجات الجريمة، ويحدث الآن في الخرطوم ويحدث الآن في ولايات أخرى كولاية شمال الجزيرة وولايات تانية، فأصبحت مهدد خطير لتواجد طيب مرة ثانية أنا أحب أذكر إنه إحنا الحلقة دي زي كأنها حلقة معادنة، إنه إحنا قبل كده تحدثنا عن نفس هذا الموضوع من نفس هذا الرجل. أنا هأخذ في صندوق الوصف الحلقة التي تحدث فيها علي كرتي عن نفس الموضوع. طيب هل الموضوع بتاع إنه إحنا نجيب شعوب أخرى نوطنهم في السودان دي مسألة سيئة؟ المسألة دي مهم انك انت بتعايل لها من ياتو ناحية. نمرة واحد، هل السودان يحتاج الى عناصر جديدة؟ بمعنى السودان الكبير ده هل فيه 2 مليون بس عشان احنا نجيب شعوب اخرى ناخدها، ولا فيه 42 مليون وال 42 مليون يمكن اعادة استخدامهم بشكل جيد؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ليه المجموعتين ديل هم مجموعات عربية؟ اللي هم المصريين وعرب الشتات، ديل مجموعتين لكن هم المجموعتين ديل مجموعات عربية، يعني ما خليط، يعني مثلا ما زي اللوتري بتاع الولايات المتحدة اللي هو بيبعتوا لي كل العالم وبشيلوا شوية من هنا وشوية من هنا وشوية من هنا. يبقى انت تريد ان تأتي بمجموعات معينة بتتشابه مع مجموعات موجودة عندك، وتريد ان تقلص دور مجموعات عندك لا تتشابه مع المجموعات اللي عندك. نخليها بصراحة، نحن عايزين نجيب عرب عشان نزيد من العنصر العربي ونقلص من تأثير العنصر الزنجي. خلينا نخطها بالمعايير دي عشان نقدر يعني نستوعبها. فانت ده المعنى، ده المراد. حتى يعني عبد المعاطي كان اكثر تطرفا في انه ما داير السودان كله، عايز الاجزاء اللي اختاره اللي هي مثلث حمدي زائد بعض الأماكن الأخرى التي اختارها. وما دام المسألة خيارات، ليه تختار أنت؟ يعني أنا مثلا في شرق السودان، ليه عايز تخطني في نفس المحل بتاعك؟ أنا ما داير أمشي مثلا البني عامر، داير أمشي أريتريا، داير أمشي إثيوبيا، ما دي المنطقة بتاع شرق السودان. أنت لأنك من شمال السودان اخترت مصر وموافق عليك، لكن في واحد انت دار تدخله معك هو من شرق السودان، في واحد من كردفان اللي انت دار تاخده دي اقرب له دارفور منك من الخرطوم، يعني مش اقرب له في المسافة، اقرب له دارفور من حيث الشعب يعني منك. فالفكرة دي ما فكرة يعني احنا بس بلينا بها المؤتمر الوطني، الفكرة دي موجودة. وبعدين عايز اقول لكم سر، مش سر هو الحقيقة، معلومة ربما تكون ما بتعرفوها. لما بدأت الانغاز اللي هي فيها المؤتمر الوطني دي، كانت ترفض ان تعطي للمصريين اراضي في شمال السودان بحجة ان المصريين في يوم من الايام يمكن بسبب هذه المشاريع اللي ممكن يدوها لهم في شمال السودان
يعني يضم شمال السودان قصرا. ده كان جزء من تفكير المؤتمر الوطني. طبعا الى ان جاءت المشكله بتاعت 95 اللي هي بتاعت محاوله اغتيال حسني مبارك. بعد كده بقى السودان يبحث عن كيف يرضي، مش السودان الحقيقه، المؤتمر الوطني ما كان داير يخش مع المصريين في اي مشاكل، فبدا يحاول رشوه المصريين بهذه الطريقه. وبيفتكروا يعني انا ما عارف ديل كانوا يعني وزراء كيف، يعني انت بتفتكر ان المصريين ديل اذا كانت ملفك اصلا بتاع السودان موجود داخل المخابرات المصريه، تفتكر لما انت تقترح اقتراح زي ده المصريين ما هيعرفوك؟ عرب الشتات ماشي، ممكن انك انت بتتعامل، ما بتتعامل مع الدول، يعني انت لو مشيت النيجر قلت لها انا داير العرب بتاعنك ممكن ما توافق، تشاد دي ممكن ما توافق، لكن المصريين لما تيجي تقول لهم انا والله داير انضم لكم، ما يعني ليسوا هم بهذا الغباء اللي ممكن طوالي يقول والله نحن حنستفيد من المنطقه دي وبتاع وطوالي ما في مشكله، ما حيسالوا عن الغرض شنو، حيعرفوا وهم بيعرفوك انت في بيتك اكثر مما انت بتعرف هذا بيتك يعني. فاللي انا داير اقوله انه ما قلناه ليس عملية بتاعت بهتان للآخرين. وأنا حضيف هذه الرابط بتاع الحلقة بتاعت الأستاذ نايف في صندوق الوصف عشان نحن نكون واضحين جدا جدا في إنه الكلام اللي بنقوله ده مبني على أسس، بعدين التحليل مش خبر، مبني على معلومات أصلا موجودة ومنطق وكده. وانا ما عندي ما محاوله للمدافعه عن نفسي يعني، ولكن محاوله لانه نقول انه نحن ما كلنا مع بعض بنفكر بنفس الطريقه. بمعنى انا واحد من الناس اللي يعني على المستوى الشخصي اي عمل يمكن ان يساهم في تعظيم العلاقات ما بين الشعب السوداني والشعب المصري أنا موافق عليه بالعشرة، أبصم عليه كده بالعشرة. لكن ده يجب أن يتم على أسس، نحن يكون عندنا برلمان يقرر على الناس، او نعمل استفتاء نقرر على الناس، او انا لو عندي جمعية اتعامل مع جمعية هناك، مدام هذا التعامل وفق الاسس وقوانين الدولتين. انا مع اي اقتراب ما بين الحكومات من بعضها البعض موافق على 100%، لكن انا ما عندي غرض ورا المساله دي. يعني لو السودانيين جو قالوا والله، او المصريين جو جلسوا مع بعض وقالوا لا يا جماعه نحن السودان ده بلد فيها مشاكل ما عايزين نرتبط به، ما حامشي احاول الف على هذه المساله، هذا خيار الشعب المصري وده حقه. لو السودانيين قالوا والله السودان ده للسودانيين واحنا يا صلاح يا اخي كلامك ده فارغ جدا وما في داعي تقوله تاني وما عايزين نسمعه، انا برضو ما عندي مانع، لانه انا ما السوداني الوحيد ولا امتلك هذه البلد، انا عندي جعل زيك وزيك وزي فلان وزي فلانة وكده، and that's it، ما اكتر من كده يعني. لذلك محاولة انه كل كلام يقولوا والله يا اخي ده كلام ما صح، او والله كل كلام نقوله نحن ما قاصدين، نحن ما قاصدين سوء، ديل السياسيين بتاعنا في المؤتمر الوطني كانوا سياسيين بتاعين هذه البلد وكانوا يحكمون حكما مطلقا. الحزب الأمة في يوم من الأيام كان يحكم في ديمقراطية، الحزب الشيوعي عنده ناس عشان كده لما ننتقد أو يعني نمدح شخص أو مجموعة أشخاص بيعملوا مع بعض أو نقول والله الكلام ده من وجهة نظرنا خطأ، فإحنا بنحدد المسألة دي بس من وجهة نظرنا وبنطرح المسألة دي للعام بحكم إنه نمتلك هذه المنصة.
انت وافقك كلامنا ده مرحبتين ثلاثة، ما وافقك وعندك رأي آخر مستند على ساقين، يقف على ساقين وفيه منطق يمكن أن يقنعنا، ما عندنا مشكلة. لكن القصة دي حصلت، أهو الرجل ده قال الكلام ده وما داسيه، قالوا عديل وما داسيه الكلام ده ليه؟ لأن الوضع الآن يعني أنا مثلا لو جيت تقول لي فسره بقول إنه ده عبارة عن انتهازية سياسية بتاعت المؤتمر الوطني، يريد المؤتمر الوطني أن يوجد لنفسه لغة تواصل مع الأخوة المصريين. لا، أنا المصريين ذاتهم ممكن يكون عندهم رأي غير ده، ممكن السودانيين الباقيين ممكن يكون عندهم رأي غير ده أو معاه، فهي ما مشكلة ما دام إحنا بنقدر نتفاهم في هذا الأمر. أنا ما دار أطول عليكم بحديث مثل هذا النوع من الأحاديث، لكن داير الناس تفهم بأنه السودان ده كان بيدار في الخفاء بعدة طرق، في أشياء ما هي ما قروش وزارة مالية والدولار طلع، ما الحاجات المبنية دي، في ناس كانت بتفكر تغير شكل البلد كلها، تغير تماما. انفصال الجنوب ده ما تم بس لأنه القوى العالمية أرادت أنه الجنوب ينفصل، ما كده، هنالك ناس من الداخل كانت ترى أنه الجنوب ما حقنا، أفصله. من بينهم المرحوم محمد طه، كان ما كان بيفتكر، ما كان بيفتكر نهائي انه مش محمود الصحفي اللي تم ذبحه ده، محمد طه كان ما بيرفض هذا الموضوع نهائي. يعني يا اخي الجنوب ده ما تدويشونا منه، افصله. الآن هنالك مجموعات بترى إنه والله يا أخي نحن والأهل غرب السودان ديل ما متفقين، كل واحد يمشي. وقال هو سي واحد منهم عبد الله عاطي ده، قال يا جماعة إحنا والله ما دارين جنوب، هو قال بشكل آخر والله ديل دارين يعملوا دولتهم براون، وديل دارين ما كده، أنت ما دايرهم، ما هم اللي خلاهم يفكروا يعملوا دولتهم براون شنو، إنك أنت ما دايرهم يعني. فدي مسائل واضحة وموجودة عندنا، حقه إحنا نحتمل نفسنا وندرك تماما بأنه إحنا مشاركين في هذا الأمر. لا أريد أن أطيل، شكرا لكم وتحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله.